السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب مدرسة الأندلس الخاصة الابتدائية للبنين. أهلا وسهلا بكم في مراجعة أوراق العمل الإثرائية مادة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات منتصف الفصل الدراسي الثاني. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. لكتابة الأرقام والحروف نحتاج إلى لوحة مفاتيح، فأرة، السماعات. أحسنتم، لوحة مفاتيح. لحفظ الملف نختار من قائمة ملف أمر. حفظ، طباعة، فتح. أحسنتم، حفظ. ثلاثة، لفتح ملف نختار من قائمة ملف أمر حفظ، فتح، طباعة. أحسنتم، فتح. أربعة، اضغط مفتاح الإدخال نقط لإنشاء سطر جديد. انتر، ديليت، باك سبيس. انتر. خمسة، لتغيير لغة الكتابة نضغط من لوحة المفاتيح. Alt بلس شيفت. Alt بلس F4 كنترول S. أحسنتم، Alt بلس أو زائد شيفت. استخدم مفتاح التراجع نقط للحذف. انتر سبيس باك سبيس. احسنتم، باك سبيس. سبعة، اتصال حاسوبك بأجهزة حواسيب أخرى حول العالم بشكل يشبه الشبكة. الأقمار الصناعية، الإنترنت، الهوائيات. أحسنتم، الإنترنت. السؤال الثاني، أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة من الصندوق. الويب، شيفت، حفظ، طباعة. لا تتحدث مع الآخرين. لكتابة حرف كبير نضغط على شيفت زائد الحرف. سوف نختار شيفت. لحفظ الملف نختار من قائمة ملف أمر حفظ. يمكن عن طريق الإنترنت زيارة مواقع الويب. من قواعد أمان الإنترنت لا تتحدث مع الآخرين. السؤال الثالث، صل بين العمود ألف بما يناسبه من العمود باء. ألف، طريقة الاتصال اللاسلكي بالإنترنت. المفتاح المستخدم لكتابة الحروف الكبيرة في اللغة الإنجليزية. المفتاح المستخدم لترك مسافة بين الكلمات. طريقة الاتصال اللاسلكي بالإنترنت. الاختيار الثالث، شبكة الواي فاي. المفتاح المستخدم لكتابة الحروف الكبيرة في اللغة الإنجليزية هو مفتاح شيفت. الاختيار الأول في الصف باء. المفتاح المستخدم لترك مسافة بين الكلمات. هو مفتاح سبيس أو مسافة. السؤال الرابع، ضع علامة صح أسفل الصورة التي تنصحك بأن لا ترسل صور شخصية للقرباء. الصورة في الناحية اليسرى. ضع علامة صح أسفل الصورة التي تدل على الاتصال اللاسلكي. الصورة الأولى. الصورة الثانية هي اتصال سلكي أو اتصال عن طريق الأسلاك. سوف نختار الصورة الأولى. ضع علامة صح أسفل الصورة التي تدل على استخدام الخرائط لتحديد المواقع. الصورة الأولى هو اتصال بين شخصين. الصورة الثانية هي استخدام الخريطة لتحديد الموقع. السؤال
خامس، صل الكلمات في العمود ألف بما يناسبها في العمود باء. انتر سبيس كي باك سبيس شيفت كي. انتر الانتقال إلى سطر جديد. سبيس كي ترك مسافة. باك سبيس التراجع ومسح الحروف. شيفت كي كتابة حروف إنجليزية كبيرة. السؤال السادس، اختر الإجابة الصحيحة. الصورة التي تمثل أيقونة برنامج الدفتر. الصورة الأولى، الزر المستخدم لإنشاء سطر جديد. Alt Enter Backspace. أحسنتم، Enter. الزر المستخدم لحذف الحرف التالي للمؤشر هو زر Delete. الهواء المستخدم في عملية توصيل الحواسيب هي الصورة الأولى. أيقونة البرنامج الذي يستخدم لتصفح الإنترنت، برنامج مايكروسوفت إيدج. طريقة الاتصال السلكي بالإنترنت، الصورة الثانية. أحد أشكال المعلومات التي يوفرها موقع الويب، صورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب مدرسة الأندلس الخاصة الابتدائية للبنين، أهلا وسهلا بكم في مراجعة أوراق العمل الإثرائية مادة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات منتصف الفصل الدراسي الثاني. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. لكتابة الأرقام والحروف نحتاج إلى لوحة مفاتيح، فأرة، السماعات. أحسنتم، لوحة مفاتيح. لحفظ الملف نختار من قائمة ملف أمر. لحفظ الملف نختار من قائمة ملف أمر حفظ، طباعة، فتح. أحسنتم، حفظ. ثلاثة، لفتح ملف نختار من قائمة ملف أمر حفظ، فتح، طباعة. أحسنتم، فتح. أربعة، اضغط مفتاح الإدخال نقط لإنشاء سطر جديد. انتر ديليت باك سبيس. انتر. خمسة، لتغيير لغة الكتابة نضغط من لوحة المفاتيح. لتغيير لغة الكتابة نضغط من لوحة المفاتيح Alt بلس شيفت. Alt بلس F4 كنترول S. أحسنتم، Alt بلس أو زائد شيفت. استخدم مفتاح التراجع نقط للحذف. استخدم مفتاح التراجع نقط للحذف. انتر سبيس باك سبيس. احسنتم، باك سبيس. سبعة، اتصال حاسوبك باجهزة حواسيب اخرى حول العالم بشكل يشبه الشبكة. اتصال حاسوبك باجهزة حواسيب اخرى حول العالم بشكل يشبه الشبكة، الأقمار الصناعية، الإنترنت، الهوائيات. أحسنتم، الإنترنت. السؤال الثاني، أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة من الصندوق. الويب، شيفت، حفظ، طباعة، لا تتحدث مع الآخرين. لكتابة حرف كبير نضغط على شيفت زائد الحرف. سوف نختار شيفت. لحفظ الملف نختار من قائمة ملف أمر حفظ. يمكن عن طريق الإنترنت زيارة مواقع الويب. يمكن عن طريق الإنترنت زيارة مواقع الويب. من قواعد أمان الإنترنت لا تتحدث مع الآخرين. من قواعد أمان الإنترنت لا تتحدث مع الآخرين. السؤال الثالث، صل بين العمود ألف بما يناسبه من العمود باء. صل من العمود ألف ما يناسبه من العمود باء. ألف، طريقة الاتصال اللاسلكي بالإنترنت. المفتاح المستخدم لكتابة الحروف الكبيرة في اللغة الإنجليزية. المفتاح المستخدم لترك مسافة بين الكلمات.
طريقة الاتصال اللاسلك بالإنترنت. الاختيار الثالث شبكة الواي فاي. المفتاح المستخدم لكتابة الحروف الكبيرة في اللغة الإنجليزية هو مفتاح شيفت. الاختيار الأول في الصف باء. المفتاح المستخدم لترك مسافة بين الكلمات. المفتاح المستخدم لترك مسافة بين الكلمات هو مفتاح سبيس أو مسافة. السؤال الرابع، ضع علامة صح أسفل الصورة التي تنصحك بأن لا ترسل صور شخصية للقرباء. لا ترسل صورا شخصية للقرباء، الصورة في الناحية اليسرى. ضع علامة صح أسفل الصورة التي تدل على الاتصال اللاسلكي، الصورة الأولى. الصورة الثانية هي اتصال سلكي أو اتصال عن طريق الأسلاك، سوف نختار الصورة الأولى. ضع علامة صح أسفل الصورة التي تدل على استخدام الخرائط لتحديد المواقع، الصورة الأولى هو اتصال بين شخصين، الصورة الثانية هي استخدام الخريطة لتحديد الموقع. السؤال الخامس، صل الكلمات في العمود ألف بما يناسبها في العمود باء. Enter Space Key Backspace Shift Key. Enter الانتقال إلى سطر جديد. Space Key ترك مسافة. Backspace التراجع ومسح الحروف. Shift Key كتابة حروف إنجليزية كبيرة. السؤال السادس، اختر الإجابة الصحيحة. الصورة التي تمثل أيقونة برنامج الدفتر، الصورة الأولى. الزر المستخدم لإنشاء سطر جديد Alt Enter Backspace. أحسنتم، Enter. الزر المستخدم لحذف الحرف التالي للمؤشر هو زر Delete. الهواء المستخدم في عملية توصيل الحواسيب هي الصورة الأولى. أيقونة البرنامج الذي يستخدم لتصفح الإنترنت، برنامج مايكروسوفت إيدج. طريقة الاتصال السلكي بالإنترنت، الصورة الثانية. أحد أشكال المعلومات التي يوفرها موقع الويب، صورة.